عليكم، مش هطول كتير عشان الكلام كتير اتقال. ولا جيلان، انا بحب كتابتها من اول مجموعتها جزء كلامك لوبا، وهي كاتبه مميزه بالفعل، يعني هو المواقف الصحيحه حلوه. مش عايز اعيد في الكلام اللي اتقال ولا اشتبك مع مداخلات، لكن في نقطتين حابب اتكلم عليهم. النقطه الاولى ان شخصيه وجيه اللي هو بطل الروايه، كل اللي حواليه باستثناء زوج مارلي هما ظلال ليه، بس بتركيبات مختلفه على فكره التو جندر. هو الوحيد اللي كان مدرك ان بداخله فريدة، لكن يسرية كانت تمارس دور ذكوري في المنزل، لكن مش معترف انها ذكر في هذه المواقف. دور مهيمن مش ذكوري، يعني في الثقافه بتاعتي هو دور الذكوري، الابن بياخد دور الاب فيبعت فلوس ويبعت هدايا على هذه التنويعات، لكن هو الوحيد اللي كان قابض على المساله، لكن الراوي كان غايب عنه اخطر نقطه في الروايه دي اللي كانت تمنحها بهاء فوق بقى في الفكره. هو ادراكه في سن ال 15 لتكون فريده، انا كنت محتاج الكادر يقف عنده نتفرج على اللحظه دي اللي هي بدا يكتشف فيها فريده، ياخد قرار ان معاه فريده. ده كان محتاج الراوي يعمله، كان هيفرق كتير بالنسبه لي في الروايه. النقطه الثانيه، ودي جيلان وانا وكل الناس اتمنى نبص لها، الابداع هو فن الاحاله وليس التقليد. فلما نكتب في جمله ان محمد يحب شعبان اكتر من احمد، انا بكتب مقال او بكتب اخبار، لكن لو انا جيت وقلت محمد كان معاه 10 جنيه فجاب شوكولاته لشعبان واسكت، القارئ هيفهم ان في ثمه ود بيني وبين شعبان. الحاجات الصغيره دي بتعمل اختلاف كلي في شكل الكتابه كله. اعتقد يعني كلمتي كده تكون ادت غرضها. الروايه جيده للغايه، القصيده المترجمه بها ارباك لغوي حاد في سطرها الاول، محتاجه مراجعه لانها تحل قضيه فلسفيه اللي هو البنفسج كل ورد وكل الورد مش عارف ايه المربع بتاع ارسطو ده، لا في خلل هنا في العمليه الفلسفيه، محتاجه اعاده قراءه. اشكركم.